السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادة من قناة انثني جيم، واليوم رجعنا لكم بلعبة فيديو ذلونج سنات يا جماعة الخير. اللي ما شاف الفيديو السابق يروح يشوف الفيديو السابق قبل ما تشوف هذا الفيديو، فخلونا ما نطول بكلام ومشاهدة ممتعة للجميع. تبا يا جماعة الخير، اليوم راح نلعب في منطقة جديدة، وهذه المنطقة يا اخوان موجودة داخل الشجرة، وهذا الشجرة لازم نتسلقها قبل وبعدها ندخل داخل الشجرة. اوكي فهمتوا علي صح؟ فخلونا نتحرك. انزين خلونا نفتح الخريطة. اوكي اتوقع لازم نروح هل لازم نروح فوق ولا تحت؟ لحظات يا جماعة، اتوقع ننزل تحت ولا فوق. خلونا ننزل تحت، بننزل هنا. اتوقع الطريق بيكون من هنا يا جماعة اذا ما خاب ظني. هو في مكان يا اخوان لازم نتسلق الشجرة، بعد ما نتسلق الشجرة انزين بيكون في يعني كأنه بوابة يا اخوان يدخلك الى الشجرة. خلينا نغير السلاح لان هذيلا ما ينفعهم القص. تعال انت، ليش عرفت عن اخوك؟ يلا حياك، لفلنا. خلينا شوي نضبط ال، راح اضبط السهم لانه واجد يستخدم السهم، فهذا ممتاز. عندي 1 سكيل بوينت فما قدرت يعني. ايوه هنا يا جماعه، هنا هذا جديد، هذا ما قال لي كلمه. اوكي هذا يبيع اغراض يا اخوان، خلينا نشوف ايش عنده. اوكي ايش عنده يا عنده هذا سمول ستون، هذا راح يفيدنا. هذا ويش بشتري؟ زين بشتري هذا تقريبا 10 حبات، لان هذا راح يفيدنا حال تضبيط السلاح يا اخوان. هذا عندي هذا الخاتم فما احتاجه، خلينا نكلمه يمكن اذا اعطيناه شيء ثاني. لا للاسف الشديد ما عندي شيء ثاني. طيب ايوه يا اخوان من هنا، شو نروح هنا؟ لا لا كيف كذاك؟ لا لا ما من هنا، في طريق يا اخوان. كيف اروح فوق؟ كيف اروح فوق؟ يمكن من هذا الصوب؟ ما اتوقع من هنا. لا من هنا يا اخوان، من هنا، من هذا المكان. اذا بغيت تركبوا ال، يعني اذا بغيت تتسلقوا ال، ايش يسموه هذا؟ الشجره. ايوه من هنا الطريق. انا ذكر قال لي اجي هذا المكان لكن ما كملت. ايوه هنا تذكرت المكان. تذكرت انا قاتلت مع ذيل وشرت عنهم. ولكن ما كملت، رجعت. انزين. خلونا نتحرك. وش في هنا؟ لا الخريطة يعني ما يبي، يعني ما هذا معناته ان انا ما وصلت هنا قبل. كما قلت لكم انا رجعت، انا ما كملت، حتى في الخريطة يبين ان انا ما مكمل. انا بسحب عليهم هذول لاني ما فاضل لهم صراحة. اوه وش هذاك؟ لا 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 هذول واقفين. انا عندي مشوار الحين. ايوه نزل هذا الشوردة. يلا حياكم بعدين ان شاء الله، راح نتقاتل بعدين. انزين يا اخوان اتوقع الحين راح يصادفنا الشيء يسموه هذا اللي هو البوابه على اساس تدخل هذه الشجره الضخمه. انا قاسا انضرب ترى يا الزريبه. ايوه هنا هنا شكله، هنا المدخل يا اخوان، شكله هنا المدخل الى الشجره. انزين واللي سمعت يا اخوان ان هذا اللعبه بعده، يعني هذا ما اخر منطقه، اتوقع في منطقه ثانيه بعد هذه المنطقه. فهذه المنطقه راح تكون منطقه اللي قبل الاخير من هذا اللعبه، هذا اللي سمعته. اللعبه شويه طويله يا اخوان ولكن ممتعة بصراحة، تستاهل تجربة. فإذا كان يعبك هذه الألعاب أنا أقول لك يعني لا تفوت هذه اللعبة. طيب أنا متى بوصل؟
خليني اتقحم. دخلنا يا اخوان، دخلنا داخل الشقرة الضخمة، وهذا الشقرة يا اخوان ترى ملعونة، فلازم نطلع هذه اللعنة. فانا قابلهم شيء من الحروز، هيوا قابلهم شيء من الحروز. اوكي حصل، اوكي زين. الشيء سيف، باغين هذا السيف ضروري جدا. انزين بعدين وش نسوي الحين؟ شكله هنا المدخل. قبل ما ندخل هناك خلونا نشيك على المكان، يمكن حاطين شيء نفس هذا. شفت؟ اوكي ممتاز. الحين اتوقع نجي هنا ندخل. يلا تذكروا هذا الكريستال يا جماعه، حصلناه لما قاتلنا الزعماء اللي قاتلتهم في الفيديوهات السابقه. اعطونا هذا الكريستال، اذا كان ما عندكم هذا الكريستال ما بتقدروا تدخلوا هذا الشقره يا اخوان، فلازم يكون عندكم هذا الكريستال وبعدها تقدر تدخل داخل هذا الشجرة الملعونة جاينت وود. اوكي هذا وش فيه؟ I am the god of me, no one shall pass. حبيبي انت ميت، وش قاعد تقول ما حد يقدر يمر؟ انت ميت اصلا، قوم قبل القهر يقول انه ما حد يقدر يمر هو ميت. هذا لهم متحولين يا اخوان، هذا لهم متحولين، صاروا نفس الزومبي ولكن من نوع الملعون. اوكي انزين وين نروح؟ قضية هذا بلود سول، اتوقع الطريق الطريق بيكون من هنا. ثعابين يا اخوان يا الزريبة. اوف لا 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 لا، شكله يا اخوان، ما شكله، انا متاكد ان الزعيم في هذه المنطقه يا اخوان راح يكون ثعبان. انزين الزعيم في هذه المنطقه اتوقع راح يكون ثعبان، ولكن انا عارف كيف ادبكم. هذا ما عقب النار. شكله نقطه ضعفهم نار يا اخوان. خلينا نقرب هذا فيهم، لان هذا اسمه الاسم يعني فيهم نار، فالثعابين ما يعقبهم النار يا اخوان. ايوه هذا جبته من عقلي انا، عاد ما اعرف اذا كان صح ولا لا، لكن حسيت انه ما عقبنا من النار. ولا ايش رايكم يا اخوان؟ انا حسيت انه ما عقبنا من النار يعني، ولا ايش؟ لا لا لا، هذا عندها سحر، عندها سحر. ايش رايك بالاسهم؟ اوكي حصلنا هيلينج بوشن. لحظات يا اخوان قبل ما نتحرك ابغى اسوي شيء، ابغى اطلع بطلع هذا ايوه هذا سلاح. لحظه اسوي له ايوه كذا بس، لانه على اساس اغير بسهوله، ما ابغى يكون عندي ثلاثة اسلحه، ابغى يكون عندي سلاحين فقط على اساس نغير السلاح بسهوله ومرونه. اوكي ومرونه. انزين هذه بالك ذاك، بس خلينا نغير الى الاسم حبيب. كما قلت لكم يا اخوان، هذا دائما يجي متفلت، ما اعرف ايش فيه، متحمس. هذا شكله ضارب شيء من الحبب. ابلع ابلع كذا بس، والله يباله هذا. هذه ابو اسمه، هذه ابو ثعبان يباله كذاك بس، ايوه يباله شيء من الاسهم فقط، لان اذا اقتربتم منها اسمه ذاك صح تدخكم صح. لا 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 يا مسمك، لا تستعقده. كيف صابني؟ سلامات. شفتوا كيف يا اخوان؟ الحين انا غيرت بكل سهوله السلاح الثاني، اما قبل انا كان عندي ثلاث اسلحه فكان يورطني شويه. انزين انا وين قاعد اروح؟ انا ما اعرف والله وين قاعد اروح، لكن في طريق هنا. كان في شيء هنا. حصلنا خاتم يا اخوان، حصلنا خاتم، عسى يكون احسن عن هذا. وش فائدة هذا الخاتم؟ خليني اضغط مثلث. لايتنج، هذا حل اسمه نقاوم الكهرباء يا اخوان، فما اتوقع اني نحتاج هذا الشيء. لا 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 لا، انا بنزل لان اذا قص قريب من هذه ابو ثعبان تورطنا. هذا ابو مسمى، هذا المشعوذ، وهذيلا هم الجارد.
انا بشد عنهم ما فاضلهم صراحه، ما يخلص اقتل واحد واحد. ايوه ما يخلص اقتل واحد واحد. هذا من ايه براس تعال شرد. في شيء هنا، في رساله. This is the final place. Only one step remains. That woman quit at the last moment. Shame on her. Women are weak. لا تتكلم عن بنيات. البنات ما ضعاف. ايوه. هذاك عنصري. يتكلم عن البنات، يقول ان البنات صار ما قويات. فانا I disagree. اوكي. ما بنحتاج اتوقع هذا. وينك الريح؟ ايوه هذا. على اساس تحرك هذا الباب. حلو. زين بعدين بغيره مره ثانيه، خلينا نستخدم هذا اليد، لان هذا اليد مفيد جدا صراحه. هذا يبالك كذا، يبالها كذا، ويبالها على طول. سهام متفرقه كذا. الثعبان ما يقدر يسوي شيء، ما يوصل لي اصلا. ايوه ما يوصل لي الثعبان. في شيء فوق يا اخوان، لاحظت انه في شيء. لا 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 لا، هذا ويش؟ سنيك ريد. حصلنا قوة جديدة يا اخوان، قوة الثعبان. هذا ايه، كم ضربة يبالش انت؟ ما تعبت تموت والله. تعبت انا، تعبت. انزين حصلنا قوة جديدة، خلونا نقربه. بغى اقرب فذيله. لا 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 لا، لحظة 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 يا حبيبي. بطلع وش اطلع؟ بطلع هذا. لا 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 ما هذا. لحظات. انا وش سويت؟ مش خليني ارجع هذا اليد، هذا اهم شيء عندي. بس خلوا نقربه، يمكن يكون ممتاز. اوكي والله لا باب صراحه، لا بأس لا بأس لا بأس صراحه، ولكن بعدني افضل هذا اليد. شفتوا كيف دمج ماله عالي؟ فافضل هذا اليد يا اخوان. انزين توين روح؟ انا ما فهمت وين روح. اوكي هنا ما في شيء صح. خلاص خلونا نتحرك، شكل الطريق بيكون من هنا عقب. بالضبط. هذاك ماله ذاك؟ ليش مش صبت ذاك حبيبي؟ هدي. خليني اريح، انا بتتعب. اتوقع هذا المنطقة، يعني زعيم من هذا المنطقة يا اخوان، ما راح يكون سهل. شكله بيكون على هيئة ثعبان اتوقع، لكن انا بنزل وبشرد عنك هذا. لكن اقول لك ضربه معك انت، كيف صاي يوصل لين تحت؟ ايش هذا الشليخه؟ هذا بعد موجود هنا عند اخ ثاني هنا. يا الحراس خليكم بعيدين، في شيء هنا. لا لا بيضربني هذا. انزين حصلنا سيف اخوان، ممتاز حصلنا سيف. خلونا نسيف. في شيء هنا، في شيء، وخلونا نستخدم هذاك الريح. ايوه اساس نحرك هذا الباب. اوكي حصلنا وش؟ موليتوف، وحصلنا ثرو نايف. حلو، على بالي بتعطوني سلاح شيء كذاك. ايش فيكم يا اخوان؟ ايش فيكم؟ خليني ارجع سلاحي، قوة اليدين. انزل. لا 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 ليش هذا؟ ايش هذاك؟ كنا ثعبان صح ولا ايش هذاك؟ اتوقع ثعبان يا اخوان، ولكن انا شرد ترى. A month no food. This is a test. I must be strong. Praise the goddess. يقول لنا ما محصلين لا اكل ولا شيء. شكل هذيلا هم شو يسموهم هذيلا؟ حصلنا مسمه، حصلنا ليه ما عندي هيلث انا؟ حصلنا الخاتم يا اخوان، خاتم الثعبان.
مكتوب سنيك رينج. بعد ما قربتها خليني اقتل هذه الوشة. وين راحوا؟ طاف سالفتكم، ما باين ترقوا خلاص. يفضل انكم ما ترقوا. اوكي خلونا نشوف هذا الخاتم. هذا مال لايتنج كما قلت لكم، وهذا باك ستاب دامج. ذا بويز، هذا بويز اتوقع بنحتاج، لانه اتوقع راح نقاتل طبعا الزعيم اللي هو بيكون الثعبان، فاتوقع السم راح يفيدنا. انزين هذا ويش استمنا؟ لا هذا ثروين، بغير هذا بحط هذا. ممتاز اوكي، اتوقع عمونا طيبه. هذا ويش؟ انا ما فهمت. لا الغم ياخذ هذا براس مره ثانيه، انا بموت. اوف كان بيقتلني هذا، ما فهمت ويش هذا، غصان ولا ويش ولا ثعبان؟ هذا قاس يزوع، هذاك شفتوه قاس يزوع الزريب هذاك. انا بنزل تحت. شايفنك انا. No one can judge me. I represent the goddess. All is her will. No one can judge. Steve, you'll be obey me. Do not disobey. I will kill him. قتله ابوي، قتله. قتله ونحره بعدتهم. لا تجلس قدام الباب. سمعت؟ لا تجلس قدام الباب. اوكي تحت في شيء؟ هذا ويش؟ ها؟ سلاح. هذا أسلحة. هذا الأسلحة مع من هذيلا؟ مع الحراس يا اخوان اللي ماتوا هنا. شوف هذا الجماجم؟ هذيلا هم الحراس اللي جايوا هنا وماتوا، وما قدروا يطلعوا يعني من هذا الشجرة. لأن هذه الشجرة ملعونة يا اخوان. فاللي دخله يموت. هذا ابو راس كيف سالفته؟ وين رحت؟ تعال لا تقص سرقه شيء. اعطيني زي علقه شويه. اوكي هيلين بوشن. حصلني هيلين بوشن. في شيء تحت؟ كنا حسينا في شيء؟ لا ما في شيء يعني؟ في رساله. I found the perfect ratio. I am supreme. A super power destiny. I swallow my emotion. Myself hate this Daisy Phil. اوكي. دايزي. ونسيت اقول لكم يا جماعه الخير، في يعني شخصيه اسمها دايزي. لا 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 لحظه بكملكم بعدين، وصلنا عند الزعيم. وابوش انا ما كنت مستعد، انا ما كنت مستعد يا اخوان، انا بالي بعدني ما وصلت عند الزعيم. لا 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 هدي 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 هدي. لا 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 يا مسمك، يا شجره يا شجره. لا لكن هذا ما يعرف خطتي ان انا استخدم. لا هذا ما يصل ما يصل ما يصل. خليني اريح. ايوه الحين اضرب، ريح واضرب. لحد الحين احسه سهل لانه ما سريع. فهمت صح؟ لانه ما سريع. ريح ريح ريح. اوكي اقلب واضرب. لحد الحين امنا طيبه اخوان، لحد الحين امنا طيبه وكان بيضربني. اهم شيء هو ما يجيني، دقاني انا بروح ملح. لا لا والله محظوظ. الحلو في هذا الزعيم يا اخوان انه بطيء، ما نفس الزعيم اللي قاتلته في الفيديو السابق. فهذا راح يموت بسهوله. ابلع والله كيف ماذا؟ صح اني افوز والله. كاس يحترق يا اخوان. لا 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 بيجيب لي هذاك، حرقني هذا. هذا قوته مسمه اللعنه. هذا القوه كنت استخدمه قبل يا اخوان، ولكن ما أنا يعني ما كان يناسبني. اوه هذا بيموت خلاص. لا 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 اوف كان يقتلني والله. قتلته. وش صار؟ والله العظيم حسيت انه بيقوم. كامون كيف كذاك؟ ايش هذا المسخره؟ يطلع مسمه ثعابين من تحت الارض.
يطلع ثعابين هذا. المشكلة هذا الايدين يا اخي ما يوصل بعيد، ما يوصل. ولكن انا بستخدم نفس يعني نفس الخطة بيكون يا اخوان، نفس الخطة من بعيد. لا 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 كيف ماذا؟ والله معروف تخيل يا اخوان ما لاقي هذا كله اسمه الثعبان. ثعبان وليش هذاك اصلا؟ لا 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 هالمرة صابني، هالمرة صابني يا ليش ما قلب، ليش ما قلبت انا؟ ايش فيني؟ بموت يا اخواني، بموت يا الله لا 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 ما اموت انا، لا مستحيل اموت، لا لا ما اريد اموت يا اخوان، انا ما اريد اموت. اضرب اضرب، لا لا قلب، اقحم يعني قصدي اقحم، يا ضربني. معليش معليش يا اخوان معليش، بعدنا امورنا طيبه بعدها. اقلب امشي، ما يضربني ذاك السيف، اذا ضربني ذاك السيف ترى السيف ياخذ. لا لا اقحم اقحم، كيف ضربني انا فوق في الهواء؟ كيف ذاك؟ هدي 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 هدي، هدي من اسمك، هدي يا ثعبان، يا ثعبان يا شقره، ما عرفت ايش انت، ابلع كذا بس. والله هذا السهم يا اخوان او هذا القوس، انا ما اتكلم، انا ليش اتكلم؟ اوف اللحظة المناسبة قلبت، والله اني محظوظ. خلاص يموت يا اخوان، بيموت من اول محاولة. لا 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 في تحسن في المستوى. ايش ايه من هذيلا؟ هذيلا هم الارواح يا اخوان، هذيلا هم الارواح اللي ماتوا في داخل هذه الشجرة. هذا اللي فهمته انا، انا حررتهم الحين. ايه وين قصطيح؟ انا قصطيح شكله المفروض يصير كذاك يعني. فانا حررت الارواح اللي كانت موجوده داخل هذا الشجره. فخلونا سيف لانه ما يدعي من اول. حلو اوكي، هذيلا خليهم. انزين وين اروح الحين؟ ما فهمت وين اروح. خلونا نروح نرجع الى المنزل. حلو خلونا نرجع للمنزل. حبوب اذا ممكن ضبط لي سلاح شويه، لان اتوقع حصلنا على ذاك الحجر اللي كنت اتكلم عنه في الفيديو السابق. انزين لحظات، وينه وين السهم؟ لا ما هنا ما هنا، انا ما حصلته. ما هو ذا؟ لا انا مخرف يا اخوان، انا مخرف. معلش معلش يا جماعة الخير. طيب يا جماعة الخير راح انهي هذا الفيديو في هذا المكان، وان شاء الله في الفيديو القادم راح نلعب في المنطقة الأخيرة في هذه اللعبة يا اخوان. طيب فادعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعة الخير. كان معكم عادل من قناة انفينيت جيمنج، ملتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.